يعني عند 11 عام ما كتلتحقش حاليا حتى بمدرسه من غير جمعيه، وجمعيه يعني ما كافياش لان ثلاثه نوبات في السيمانه بالنسبه للترويض. كتشوف الحاله ديدا يعني الخلف شويه وصافي، وكنطلب الله المسؤولين يعني يشوفوا الحال هاد ذوي الاحتياجات الخاصه كاملين بين الامهات. شكرا بزاف، ماغاتناش يقربونا كلهم. شكرا لينا، بحالهم بحال العيال مشرفين. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.